السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سنواصل اليوم إن شاء الله في اللقاء الثامن، وتقريبا نحن كنا واقفين في الاختلافات الجوهرية بين البنوك الإسلامية والتجارية. فاليوم إن شاء الله نشوف حاجة اسمها التمويل بالمشاركة والتمويل بالمضاربة والمرابح. فأنا آسف جدا جدا، اليوم أخرت لكم اللقاء إلى الساعة 10، لكن ظهر لي ظرف طارئ فأضطريت أن أؤخر هذا اللقاء إلى هذا الوقت، فآسف جدا جدا جدا. الحمد لله، الله يكرمكم إن شاء الله. كويس أنه بتكونوا أخذتوا راحة من اللقاء السابق، الناس اللي عندهم لقاء والناس اللي بيحبوا القهوة يكونوا يشربوا قهوة جونا جون صحصحين يعني. طيب الشرائح ظهرت عندكم؟ الشرائح ظهرة؟ ممتاز. طيب خلوا بالكم معي، احنا اليوم عندنا ان شاء الله التمويل بالمشاركة والمضاربة الشرعية والمرابح. واحد اللي هي مصادر الخطر في التمويل بالمشاركة، وهذه انا لغيتها او سحبتها منكم ان شاء الله، هذه ما مطالبين بها. نمرة واحد اللي هي مصادر الخطر في التمويل بالمشاركة، لين لون كده اشوف لون مناسب عشان اوضح ليكم. طيب اللي هي الاولى هذه مصادر الخطر في التمويل والمشاركة ما مطالبين فيها، اللي هي تقريبا فيها صفحة اربع سبع شرائح. نشوف ان شاء الله مفهوم المضاربة الشرعية والمفهوم الغربي للمضاربة و المقصود بالمضاربة في البورصة ومفهوم المرابحة والمرابحة بالنسبة للبنك الإسلامي. هذه سهلة جدا جدا، يمكن أن تكون مرض عليه. أول شيء قلنا هذه ملغية، مخاطر ناجمة عن سوق المنشأة، وأيضا مخاطر ناجمة عن شكل وحجم إمكانية المنشأة أو شركة، ومخاطر ناجمة عن نمط إدارة المنشأة أيضا ملغية. أربعة أيضا مرضية، مخاطر ناجمة عن الظروف التمويلية للمنشأة المشاركة، ومخاطر ناجمة عن إدارة البنك ذاتي. طيب ما هو المقصود بالمضاربة الشرعية؟ هي هنا الآن نحن واقفين هنا، أو هذا المهم. هذه الست شرائح الأولى ما معنا، اللي هي فقط احنا عندنا قلنا مخاطر مصادر الخطر في التمويل بالمشاركة، ما معنا وضحت يا جماعة؟ اللي هي مخاطر ناجمة عن سوق المنشأة ملغية، مخاطر ناجمة عن شكل وحجم امكانية المنشأة المشاركة ايضا ملغية، مخاطر ناجمة عن نمط ادارة المنشأة المشاركة ايضا ملغية، مخاطر ناجمة عن الظروف التمويلية للمنشأة أو للمنشأة المشاركة أيضا ملغية، ومخاطر ناجمة عن إدارة البنك ذاتي أيضا ملغية، لأنه في بعضهم قالوا يعيد. فنحن عندنا الآن المهم ما هو المقصود بالمضاربة الشرعية. طيب كلمة مضاربة مشتقة من الضرب في الأرض، يعني السعي في الأرض ابتغاء فضل الله، السعي للرزق يعني. يقول تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. إنها نوع خاص من المشاركة بين صاحب مال وصاحب عمل. خلوا بالكم من الثلاثة هذه مهمة. المقصود بالمضاربة الشرعية
لأنها نوع خاص من المشاركة بين صاحب مال وصاحب عمل، يقدم فيه الأول ماله ويقدم فيه الثاني عمله. طيب، ويقتسمان نتيجة المشروع بنسبة يتفقان عليها، يعني النتيجة اللي بتأتي من المشروع بيقوموا عليها جماعة الأرباح يتقسموها بنسبة معينة بيتفقوا عليها في الأول، لأنه عدم الاتفاق قلنا في إحنا يفسد المضاربة. أي واحد يقدم المال والثاني يقدم العمل، وفي نهاية المشروع إذا حقق المشروع أرباح يتقاسمونها فيما بينهم بنسبة يتفق عليها بالأول. دل على مشروعية المضاربة الكتاب والسنة والإجماع، ولا خلاف بين المسلمين في جوازها. طيب، ما هو المفهوم الغربي للمضاربة؟ يعني الناس الغرب كيف يروا أو يعرفوها بماذا المضاربة؟ قال نوع من الاستثمار الذي يحمل قدرا كبيرا من المغامرة، أي لما غلط فاضي ومغامرة. طيب، على أمل تحقيق مكاسب كبيرة تعوض هذه المغامرة، قد تأتي هذه المكاسب نتيجة دخل جاري أكبر من أي استثمار معمول، ارتفاع قيمة الأصول اللي نحن نعمل فيها مثلا. في كثير من الحالات يتوقع المضارب تحقيق مكاسب كبيرة تعوض مغامرته بناء على الظروف المتجهة نحو الازدهار أو بناء أو بناء على إحساسه الفني. خلنا بقى نحن قلنا المفهوم الغربي للمضاربة، وقلنا إيه يا جماعة، نوع من المغامرة، يعني أنا بغامر بدخل مشروع معين على أساس إنه يعني تجيني مكاسب على أمل تحقيق مكاسب كبيرة تعوض هذه المغامرة، قد تأتي هذه المكاسب نتيجة لدخل جاري أو ارتفاع قيمة الأصول في السوق، أو في كثير من الحالات توقع المضارب تحقيق مكاسب كبيرة تعوض مغامرته بناء على الظروف المتجهة نحو الازدهار أو بناء على يعني إحساسه الفني. طيب، عرفنا المعنى الغربي للمضاربة، هي قلنا نوع من المغامرة فقط، هي نوع من المغامرة. طيب، ما هو المقصود بالمضاربة في البورصة؟ أيضا مهمة، ما هو المقصود بالمضاربة في البورصة؟ المقصود بالمضاربة في البورصة ماذا نقصد بالبورصة؟ اللي هي الأسواق المالية يا جماعة، الأسواق المالية اللي احنا بنشتري منها الأسهم والسندات، وأيضا يمكن أن نشتري من البورصة سلع، يعني سلع سواء كانت تكون موجودة أو غير موجودة. طيب، بنشتري منها الأسهم والسندات، وأيضا يمكن أن تكون في سلع في البورصة، نشوف إن شاء الله في فصل البورصة ما هي السلع الموجودة في البورصة. طيب، ما هو المقصود بالمضاربة؟ نحن عاوزين الآن نعرف المضاربة في البورصة إيش معناها. قالوا المخاطرة على سعر السلعة في البورصة، المخاطرة على سعر السلعة في البورصة، يعني أنا بشتري السلعة مخاطر بيها، يمكن سعرها يرتفع ويمكن ينخفض، والمضاربة قال يمكن نوعين، أنا بشتري السلعة للمضاربة لنوعين مثلا، هي قالوا إما مضاربة على الصعود، يعني أنا أشتري سلعة معينة وأعمل أن سعرها هيرتفع، وهي إما مضاربة على الصعود، الصعود معناها الارتفاع، هي إما مضاربة على الصعود ومعناها أن المضارب يشتري السلعة بسعر وهو يخاطر في أنه سيرتفع فيبيع هذا ما اشتراه من قبل بالسعر الأعلى ويكسب. إيه يا جماعة؟ يكسب الفرق. أشرح لكم بطريقة يعني سهلة. قالوا المضاربة في البورصة هي المخاطرة على سعر السلعة، يعني لما اشتري السلعة وبخاطر في السعر، ففي نوع بيقول عليه المخاطرة على الصعود. كيف المخاطرة على الصعود؟ الآن أنا أروح البورصة وأشتري أوراق مالية على أساس أنه أأمل أنه بعد شهر هذه الأوراق أسعارها ترتفع،
فاذا ارتفعت اسعار مثلا اشتريت اوراق ماليه بسعر 100,000 ريال، فبعد شهر الاوراق الماليه او بعد اسبوع الاوراق الماليه سعرها بقى 120,000، فابيع حالا. وهنا اكسب كم يا جماعه؟ اكسب الفرق اللي هو 20,000، هي اما مضارب على الصعود، ومعناها ان المضارب يشتري السلعه بسعر وهو يخاطر في انه سيرتفع فيبيع حالا ما اشتراه من قبل بالسعر الاعلى ويكسب الفرق، يعني يكسب ال 20,000. ممتاز. طيب، واما مضاربه على الهبوط على الصعود او على الهبوط، ومعناها ان المضارب يبيع سلعه بسعر، مثلا انا امتلك سلعه الهبوط، مثلا انا امتلك سلع معينه، فاقوم اما مضارب على الهبوط، ومعناها ان المضارب يبيع سلعة بسعر وهو يخاطر لأنه سينخفض السعر فيشتري حالا ما باعه من قبل بالسعر الأقل ويكسب الفرق. مثلا أنا أكسب، أنا عندي أموال أو عندي أوراق مالية أمتلكها، فأقوم أبيع هذه الأوراق والآن سعر البورصة ممتاز، وأعمل أنه بعد شهر أو بعد أسبوعين الأسعار حتنخفض وأشتري بالسعر الاقل واكسب ايضا الفرق. مثلا امتلك الان اوراق ماليه او امتلك سلع بسعر يعني 200,000 ريال وابيعها الان ب 200,000 ريال، فامل انه بعد اسبوع او بعد اسبوعين حتنخفض الاسعار، والتجار بيعرفوا هذه الاشياء يا جماعه، بيعرفوا المواسم، فانخفض الاسعار انا بعتها بكم؟ بعتها ب 200,000، فقوم الاشياء اللي انا بعتها اشتريها ب 150,000، كم كسبت؟ كسبت السعر او كسبت الفرق اللي هو 50,000 ريال. واضح يا جماعه؟ واضح اخواني واخواتي؟ المضاربه على الصعود اللي انا بخاطر على ان السعر يرتفع واشتري واكسب الفرق، ويعني المضاربه على الهبوط ابيع الشيء اللي انا املكه وأعمل أن الأسعار تنخفض وأشتري إذا خفضت الأسعار بأقل من السعر اللي أنا بحسبه. ما هو المقصود بالمرابحة؟ وهذه مرت علينا أيضا. المرابحة قالوا لغة مصدر، لغة مصدر من الربح. مرابحة لغة مصدر من الربح وهو الزيادة، يعني من كلمة زيادة. وفي رأي الفقهاء هي بيع الثمن الأول مع زيادة ربح، وصورتها أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويفترض عليه ربحا معينا حتى يبيعها له. المرابحة معروفة يا جماعة، هي قلنا إضافة ربح على الثمن الأول أو ثمن البضاعة الأول. مثلا أنا بنك، فجيتوا أنتم عاوزين مثلا سيارات، فأقوم أشتري لكم السيارات مثلا وأبيعها لكم بالأقساط لكن بزيادة ربح فوق سعر الأول أو سعر الأصلي، ولا بد أنت أو أنت أن تعرفي الثمن الأول، إذا ما عرفت الثمن الأول فهذه تعتبر ربا، فلا بد غير المشتري أن يعرف سعر السلعة الأول ويعرف كم سعر كم الأرباح اللي وضعها مثلا البنك، هذه تسمى يا جماعة المرابحة. واضح؟ ما هو مفهوم المرابحة بالنسبة للبنك الإسلامي؟ يقدم العميل للبنك طلبا أو يقدم العميل للبنك طالبا شراء سلعة معينة بمواصفات محددة، سواء كان سيارة أو منزل أو أي سلعة، ويعد بشرائها، يعد البنك بأنه حيشتريها. يقوم البنك بتوفير السلعة وفقا للمواصفات المطلوبة إذا لم تكن موجودة لديه بالفعل. يعرض البنك السلعة على العميل، للعميل أن يشتري السلعة أو يرفضها بدون أي التزام عليه، يعني من حقك أن ترفض السلعة. يكون الوعد من العميل بالشراء في الحدود، في حدود الشروط المحددة، ويكون الوعد من البنك بإيه؟ بإتمام البيع بعد الشراء طبقا لنفس الشروط. هذه المرابحة لا تتضمن بيع الإنسان ما ليس عنده المنهي عنه شرعا، حيث أن البنك لم يبيع شيئا بعد
ولكنه تلقى امرا بالشراء من العميل ولا يبيع حتى يملك ذلك الشيء ويعرضه على المشتري. وهذه كلها شروحات ما مطالبين بها. الشيء المطالبين به فقط لأن نعرف أنه المرابحة هي زيادة ثمن على السعر الأول. لما معكم يا خلود؟ ما معكم، ليست معكم، واضح إن شاء الله. في آخر لغة، في آخر لغة إن شاء الله نحاوريكم أشياء حلوة جدا جدا. طيب وإياكم إن شاء الله. قال كذلك لا تضمن، لا تتضمن، اللهم امين واياكم يا رب. كذلك لا تتضمن ايضا ربح ما لم يضمن المحظور شرعا، حيث ان البنك هذه كلها اشياء ما اسلاميه في الفقه، وان احنا ما عندنا بها دخل بس نعرفها فقط. كذلك لا تتضمن ايضا ربح ما لم يضمن المحظور شرعا، حيث ان البنك قد اصبح مالكا للسلعه بعد الشراء، فهو يتحمل تلفها لأي سبب بعد شرائها فقبل التسليم. مثلا البنك اشترى السلع، اشترى السيارة وأنا مفترض استلمها منه أمام البنك، فهو اشتراها من شركة مثلا عبد اللطيف جميل، وقبل أن تصل البنك أو قبل أن يسلمني لها حصل حادث، فهذا البنك هو يتحمل ذلك، فهو يتحمل تلفها لأي سبب بعد شرائها وقبل التسليم، فالضمان يكون على البنك وليس على العميل. من الضروري التفرقة بين المرابحة النقدية والمرابحة مع البيع بالتقسيط، حيث يرى البعض أن المرابحة بالبيع مع البيع بالتقسيط إذا كانت تتضمن زيادة مقابل الأجل فهي حرام، بينما يرى آخرون أن هذا بيع حلال وليس تمويلا بربا. ما عندنا به دخل، ما مطالبين بهذا، لأنه هذا فقه وهذا شيء يعني يمكن أن تكون أخذوه في فقه المعاملات. طيب ننتقل مباشرة إلى المحاضرة اللي بعدها، اللي هي تقريبا الخطوات التي يتم بها منح قرض تقريبا. تفضلي يا وجاد، تفضلي. أيوة مفهوم الغرب المضاربة، يعني أنا في الغرب إن إحنا شرحت عليهم في شيء واحد، قلنا هم ما بيعرفوها أو يعرفونها لأنها نوع من المغامرة فقط، فرصة، واضح؟ هي نوع من المغامرة خلاص، ما مطالبين بالباقي. طيب وضحت الشرائح عندكم الجديدة، الخطوات التي يتم بها منح قرض، تمام، اللي هي خطوات كثيرة جدا، اللي هي البحث عن الفرص وجذب العملاء، البحث عن الفرص وجذب العملاء. البنك يبحث عن أشخاص ويعطي لهم القروض، طلب القرض من العميل، الفرز المبدئي، استكمال المستندات واستيفاء البيانات والقيام بالزيارات، الدراسة والتحليل، التقييم السابق، التفاوض، اتخاذ القرار والتعاقد، تنفيذ الالتزام التمويلي والمتابعة، استرداد الأموال، التقييم اللاحق وبنك المعلومات. خلوا بالك، أول شيء يمكن أن تكون المهمة فقط هي ثلاث أشياء فقط، ثلاث أشياء أولى، البحث عن الفرص وجذب العملاء، طلب القرض والفرز المبدئي. هذه أشياء أنا أيضا سحبتها لكم، فنشوف إن شاء الله هذه الثلاث أشياء. طيب البحث عن الفرص وجذب العملاء، البحث عن الفرص وجذب العملاء، نشوف إن شاء الله الحين. تبدأ خطوات منح قرض ببند البحث عن الفرص المتاحة في السوق ومحاولة جذب أكبر عدد ممكن من العملاء لطلب القرض. وهنا يجب أن لا يكتفي البنك التجاري بانتظار العملاء حتى يجيئون إليه، ولا يكتفي بدعوتهم للتعامل معه من خلال الإعلانات، بل لا بد أن يقوم البنك بالبحث عن الفرص المتاحة من خلال الدراسات الميدانية والمكتبية. يعني البنك يا جماعة
عشان يبحث عن فرص ويجي العملاء ما يظل مكتوف الايادي. لا بد ان يعني يقوم البنك بالبحث عن الفرص المتاحه من خلال الدراسات الميدانيه والمكتبيه. يعني هو يرسل مناديب الى العملاء في مكانه، فمن الضروري الذهاب الى العملاء والتعرف على احتياجاتهم التمويليه. يقوم البنك التجاري بتصميم طلب قرض، حيث يتضمن هذا الطلب كافة البيانات الأساسية. يعني البنك يعني عنده نموذج معين، أول أنت ما تجي تطلب القرض فبيعطيك هذا النموذج وأنت بتعبيه. يتضمن هذا الطلب كافة البيانات الأساسية التي تجعل متخذ القرار يسرع قدر الإمكان من عملية تحليل هذه البيانات التي تساعده على اتخاذ القرار السليم، إما بقبول القرض أو رفض منح القرض. يعني أول ما أنت دخلت البنك بيعطيك البنك نموذج وبتقوم بتعبي هذا النموذج ببيانات معينة بيطلبها منك هو. من الضروري تصميم الطلب بحيث يمكن إدخال كافة بياناته إلى الحاسب الآلي بهدف تكوين بنك معلومات عن العملاء طالبي الاقتراض، وكذلك عن جميع عمليات الاقتراض الناجحة والفاشلة. خلوا بالكم أنا الشيء المهم بقول لكم هذا مهم. عمليات الإغراض الناجحة، ما هي عمليات الإغراض الناجحة؟ هذه مهمة. عمليات الإغراض الناجحة وعمليات الإغراض الفاشلة. عمليات الإغراض الناجحة هي العمليات التي انتهت بقيام العميل بسداد القرض وفوائده في مواعيد استحقاقه. يعني يقول لك ما هي عمليات الإغراض الناجحة؟ هي العمليات التي انتهت بقيام العميل بسداد القرض وفوائده في مواعيد استحقاقه. أما عمليات الاقتراض الفاشلة هي عكس ذلك، هي التي انتهت بتعثر العميل عن السداد أو ربما امتناعه عن السداد. يعني العميل امتنع عن السداد أو حصل له ضرر ما قدر يسدد، فهذه تعتبر عمليات اقتراض فاشلة. طيب نشوف الفرد المبدئي. يجب أن يتم الفرد المبدئي لطلبات الاقتراض فور تقديمها، لمجرد أن يملأ العميل طالب القرض طلب الاقتراض على البنك أن يقوم بفرد هذا الطلب مباشرة. فأول أنت ما عملت الطلب فيقوم العميل ب يعني أول ما العميل بلغ الطلب البنك مباشرة بيفرد هذا الطلب. والمهمة جدا عندنا أهي، لا بد أن يكون أو لا بد وأن تكون لدى الذي يتلقى طلبات الاقتراض اللي هو الموظف، لا بد وأن تكون لدى الذي يتلقى طلبات الاقتراض صورة كاملة وواضحة عن قواعد وقبول الطلبات. لماذا هذا الموظف يجب أن يكون على دراية كاملة بقواعد قبول الطلبات؟ هذا سؤال ومهم جدا، لأنه ليس من الحكمة قبول أحد الطلبات ثم إبلاغ صاحبه بعد ذلك برفض طلبه لأسباب واضحة ومعروفة سلفا. يعني قالوا ما ممكن البنك أو الموظف يقول لك خلاص تم قبول طلبك، وأول ما تحصل المنزل يتصل عليك يقول لك والله تم رفض الطلب. هذا غير مقبول، لأنه ليس من الحكمة قبول أحد الطلبات ثم إبلاغ صاحبه بعد ذلك برفض طلبه لأسباب واضحة ومعروفة سلفا. من الممكن رفض الطلب فيما بعد لأسباب غير واضحة ومعروفة سابقا. خلوا بالكم إن لا بد أن تكون لدى الذي يتلقى طلبات الاقتراض صورة كاملة وواضحة عن قواعد قبول الطلبات. يعني السؤال بيجينا هكذا، لماذا تكون لدى الموظف يعني صورة كاملة وواضحة عن قواعد قبول الطلبات؟ لماذا تكون لدى الموظف الذي يتلقى طلبات الاقتراض صورة كاملة وواضحة عن قواعد؟ يجب أن يعرف قواعد قبول الطلبات، لأنه ليس من الحكمة قبول أحد الطلبات ثم إبلاغ صاحبه بعد ذلك برفض طلبه لأسباب واضحة أو معروفة سلفا. واضح؟ شيء واضح هو ما يعني ما ممكن أن هذا ذي المحرجة. أنا أقول لك جبت الطلب وأول ما تروح أقول لك والله رفضنا. طيب تحصيل القرض، ما هو المقصود بخصم الكمبيالات؟ ويمكن أن يعني خصم الكمبيالات جاءنا في الاختبار
او الشرح ما معكم، لا يا ربنا الشرح ما معكم، جانا في 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 الكويز او في في التكليف ما هو المقصود بخصم الكمبيالات تقريبا، ما هو المقصود بالقرض او بالقروض الاستهلاكيه، ما هي اهميه وجود سياسه لتحصيل القرض، ما هو الحل في حال ظهور علامات عجز العميل عن السداد، ما الذي يمكن ان يفعله البنك حتى يتجنب او يقلل من حالات عجز العملاء عن سداد القروض، كيف يمكن معالجه حاله العميل المتعثر. نشوفها مع بعض هذه النقاط كلها مهمه يا جماعه. القضيه الاولى، ما هو المقصود بخصم الكمبيالات؟ خصم الكمبيالات، خصم الكمبيالات هو نوع من انواع الائتمان، وهذه مهمه. خصم الكمبيالات هو نوع من انواع الائتمان، وماذا نقصد بالائتمان؟ ها؟ هو نوع من انواع الائتمان. ماذا نقصد بالائتمان؟ تكلمنا عنه. والقروض نعم يا رجل، ومثل القرض فعلا، حيث يقدم البنك، خلوا بالكم، حيث يقدم البنك قيمة الكمبيال للمستفيد قبل موعد استحقاقها، مما يعني أن البنك أغرض العميل، أعطى العميل إيش؟ قرض. أغرض العميل قيمة الكمبيال حتى تاريخ استحقاقها، نظير سعر خصم يقابل سعر الفائدة، يعني سعر خصم مقدما بياخذ البنك. مثلا الآن أنا أملك كمبيالة سعرها 100,000، كمبيالة أخذتها من أحد من الشركات سعرها 100,000 ريال، فأخذها أو بصرفها بعد سنة، فعلى طول أخذ هذه الكمبيالة وأعطيها البنك اللي فيه حسابي، البنك مباشرة بيستلم الكمبيالة وبيعطيني القيمة مقدما، هي فترتها بعد سنة بيعطيني قيمتها، لكن بيأخذ منها خصم اللي هي خصم الكمبيالات، مثلا يعطيني 90,000 وهو أخذ 10,000، فيسموه خصم الكمبيالات اللي يوسع الفائدة مقدما، كأنه أعطاني قرض وأخذ الفائدة مقدما وهو ينتظر الفترة بتاعة السنة. خصم الكمبيالات لا يجوز ويعتبر ربا، والبنوك الإسلامية لا تتعامل بذلك. نعم اشتريها، اشتريها البنك. طيب خلوا بالك، ما هو المقصود بالقروض الاستهلاكية؟ القروض المقدمة يا جماعة بقرض الاستهلاك. يذكر تاريخ المعاملات البنكية أن البنوك كانت تمتنع عن الانضماس في تقديم قروض بغرض الاستهلاك. في السابق البنوك التجارية كانت ما بتعطي يعني قروض استهلاكية، حيث كانت تفضل دائما تقديم القروض إلى المنشآت الأعمال. يعني في السابق في في في, في يعني قديما كانت البنوك التجارية ما بتدخل في تقديم قروض استهلاكية، مثلا شراء سيارات وشراء الأجهزة الكهربائية، هذه كلها يا جماعة يعني تعتبر، أو شراء مثلا ثلاجة أو أثاث منزلي، يعتبر كلها قروض استهلاكية بغرض الاستهلاك. فالبنوك كانت بتمتنع عن قروض الاستهلاكية وقروض الأفراد، لكن بتميل إلى المنشآت أو القروض اللي بتقدم بغرض الإنتاج، أي تكون القروض قروض إنتاجية وليس استهلاكية. وكانت القروض الاستهلاكية تنحصر في قروض العاملين بتلك البنوك والعاملين في الحكومة والقطاع العام، فقط كانوا بيمولوا فقط العاملين في البنك والعاملين في الحكومة. طيب إلا أن البنوك التجارية في الوقت الراهن تعطي القروض الاستهلاكية بغرض الاستهلاك لشراء شقق سكنية أو سيارات أو أجهزة كهربية إلى آخره. طيب ما هي أهمية وجود سياسة لتحصيل القروض؟ ما هي أهمية وجود سياسة لتحصيل القروض؟ يعني البنك يعني لما تأخذ منه قرض فعنده سياسة معينة. إذا كانت عملية الإغلاق هامة، يعني البنك يعني عنده كون يقدم قروض للأفراد هي هامة كأحد الوظائف الرئيسية للبنك، ووظائف البنك الرئيسية يا جماعة هي إيش؟ قبول الودائع وتقديم القروض، صح؟ فهي وظيفة مهمة جدا للبنك، فإن عملية تحصيل القروض أهم منها. طيب يقول أحد الخبراء يجب عدم تسجيل أي قرض في دفاتر البنك إلا إذا كان هناك تفاهم كامل لعملية تحصيل. هذا ما مطالبين بشرحه،
لا يجب تجديد القروض الكبيرة إلا بعد دراسة دقيقة من لجنة القروض أو من مجلس إدارة الفرع أو من مجلس إدارة البنوك. يعني البنك قال لك مثلا أنا أخذت الآن مثلا قرض بقيمة مليون ريال، فعاود أجدد هذا القرض مرة أخرى، فقول لك لا يمكن أن تجديده إلا من خلال يعني دراسة دقيقة أو من خلال مجلس إدارة الفرع توافق على القروض الكبيرة، لأن أي انحراف عن الشروط الأصلية لاسترداد القرض أو تقصير فوائده أن يعالج بحرص، كما يجب دراسة أسباب هذا الانحراف واتخاذ الإجراءات التي تضمن حقوق البنك فورا. ما مطالبين ها؟ طيب ما الذي يمكن أن يفعله البنك حتى يتجنب أو يقلل من حالات عجز العملاء عن سداد القروض؟ لا يجب أن يقف البنك عاجزا في مثل هذه الحالات أو أن ينتظر وجود مثل هذه الحالات، إنما عليه أن يتخذ بعض التدابير للتجنب أو التقليل من حالات عجز العملاء عن سداد القروض. يجب عليه متابعة القروض والإشراف على استخدامها حتى يتم السداد. زيادة ورقة العملاء المقترضين بصفة دورية وأحيانا مفاجئة للتعرف على أحوالهم مثل الإنتاج، المخزون، المبيعات، أيضا مو مطالبين بها. واضح؟ ما مطالبين بها. طيب إذا ظهرت حالة من حالات تعثر العميل عن دفع أصل القرض وفوائده في مواعيد استحقاقها، كيف يمكن معالجة هذه الحالة؟ يعني إذا حصل تعثر من العميل عن دفع أصل القرض وفوائده في مواعيد استحقاقها، ماذا يعمل البنك؟ السؤال الهام يقول كيف يمكن معالجة حالات العميل المتعثر؟ هذه مهمة، الشيء اللي مهم أنا أقول لكم هذا مهم. السؤال الهام خذ تحته خطين، كيف يمكن معالجة حالة العميل المتعثر؟ خلوا بالك إن وضع السياسة فعالة للإقراض مصحوب بمتابعة دقيقة لعملية سير القرض بالتأكيد يقلل من التعثر، ولكنه لا يلقي وجود حالات متعثرة. خلوا بالك هنا، هذا السؤال مهم جدا. ايوه ما مطالبين به. نعم السؤال المهم، كيف يمكن معالجة حالة العميل المتعثر؟ والنقطة المهمة، يعني البنك اذا وضع سياسة فعالة للإقراض ومصحوب بمتابعة دقيقة منه، فقالوا هذا يقلل من التعثر، يقلل من تعثر العميل، ولكنه لا يلقي وجود حالات متعثرة، يعني ما بيلغيها. وين القضية الثالثة يا جماعة؟ ما ترجعونا كل مرة، شيء مهم أنا أقول لكم يا ولا. القضية الثالثة ما هي أهمية وجود، ما مهمة. الشيء اللي مهم أنا طوالي بدوره، أحط لكم عليه ودورين. واضح؟ الشيء اللي مهم طوالي أنا بقيف عليه. أنا بقيف على الشيء المهم، بقول لكم هذا مهم. الشيء اللي ما بقول لكم مهم خلاص منسوب. أن وضع سياسة فعالة للإغراض مصحوب بمتابعة دقيقة لعملية السير للقرض يقلل من التعثر، واضح؟ ولكنه ما بيلغي التعثر، يعني هذا الغالب يقلل لنا لأنه العميل يتعثر عن الدفع، لكنه ما بيلغيه، يعني بيقلل من المخاطرة لكن لا يلغي وجود مخاطرة، زي ما عندنا في التأمين. إن شاء الله حنصل التأمين قالوا بيقلل من المخاطر ولكن ما بيلغي الحوادث. هل أنا أمنت السيارة؟ التأمين بيلغي الحوادث أبدا. وجود حالات متعثرة أمرا واردا جدا لأي بنك يقوم بعملية الإغراض. من هنا جاءت أهمية وضع السياسة لمعالجة الحالات المتعثرة. عندما تصل إلى البنك أي مؤشرات تفيد بعدم إمكانية المقترض سداد أصل القرض أو فوائده في مواعيد استحقاقه، هذه ما مهمة، المهمة هذه فقط السؤال هذا، ونحن عرفنا كيف جواب أو إجابة. طيب الاستثمارات والربح والمخاطر في البنوك، ما هو المقصود بكلمة استثمار؟ هذه الثلاثة مهمات يا جماعة، هذه الثلاثة مهمات. ما هو المقصود بكلمة استثمار؟ ما هو الفرق بين القروض والاستثمارات في البنوك التجارية؟ أيضا مهمة.
ما هي المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك. هذه الثلاثة مهمة جدا جدا. أولا، ما هو المقصود بكلمة استثمار؟ الاستثمار هو إنفاق قدر من الأموال، الهدف من هذا الإنفاق هو بغرض الحصول على قدر أكبر مما تم إنفاقه. واضح؟ يعني أنا لما معنى استثمار قالوا أنا أصلا بدخل أموال بغرض الاستثمار، فعاوز الأموال اللي أنا أدخلتها في هذا المشروع عاوز ما لا جماعة، يعني عاوز أحصل على قدر أكبر مما الشيء اللي أنا أنفقته. مثلا أنفقت يعني 100,000 ريال، عاوز أنا يجي لي مثلا 150,000 ريال أو عايز. فالاستثمار هو إنفاق قدر من الأموال، الهدف منه الحصول على قدر أكبر مما تم إنفاقه، وهو بخلاف الاستهلاك. ما أيضا معنى الاستهلاك مهم، الذي يعني إنفاق قدر من الأموال. ليش؟ لماذا؟ بغرض الحصول على سلعة أو خدمات من أجل استخدامها أو استهلاك. يعني إحنا نعرف أن الاستثمار عكس الاستهلاك. الاستثمار عكس الاستهلاك. أنا بدخل أو بدخل أموال للاستثمار بغرض إيه يا جماعة؟ بغرض الحصول على فوائد أكثر مما دخلته في الاستثمار. أما إذا دخلت أموال للاستهلاك فشيء عاوز استهلكه، سلع أو خدمات، فهو من أجل استخدامه أو استهلاكه. يعني أي أموال دخلتها في سلع فهي أنت عاوز تستهلكها أو تستخدمها، ما عاوز منها فوائد. يعني مثلا رحت الآن أنا السوق اشتريت سيارة للاستخدام، فالعاوزة مثلا الأسعار ترتفع أبدا. مثلا أنا رحت السوق اشتريت ملابس واشتريت أحذية واشتريت الله يكرمكم واشتريت حاجات لاستخدامي، اشتريت جهاز موبايل، هل أنا عاوز سعره يرتفع؟ لا. الشيء اللي أنت عاوزه للاستهلاك فهو أنت للاستخدام، هذا يختلف عن الاستثمار. طيب القضية الثانية، ما هو الفرق بين القروض والاستثمارات في البنوك التجارية؟ هذه مهمة. صح يا يحيى. طيب ما هو الفرق بين القروض والاستثمارات في البنوك التجارية؟ وهذا أيضا مهم، الفرق بين القرض والاستثمار في البنوك. الفرق الأول، خلوا بالكم شديد، في حالة القروض المقترض هو الذي ينشئ العملية بالتوجه إلى البنك وطلب القرض. في حالة إيش؟ القروض، من الذي ينشئ العملية؟ في حالة القروض المقترض هو الذي ينشئ العملية بالتوجه إلى البنك وطلب القرض، فهنا أنا أنشأتها. طيب أما في حالة الاستثمار فالبنك هو الذي ينشئ العملية بالدخول في أسواق المال لشراء والبيع، شراء وبيع أسهم واستثمارات. واضح؟ الفرق من القروض والاستثمار في البنوك. في القروض اللي ينشئ العملية مين؟ العميل، هو اللي بيطلب. أما في الاستثمار البنك هو اللي ينشئ العملية. هذه حاجة سهلة جدا جدا فعلا. طيب الفرق الثاني، في حالة القروض خلوا معكم يكون البنك هو الدائن الأساسي. مين اللي بيعطي الأفراد قروض؟ البنك، صح؟ في حالة القروض يكون البنك هو الدائن الأساسي. إما في حالة الاستثمار فيكون البنك واحدا من بين العديد من الدائنين. لماذا؟ لأنه أنا ما البنك الوحيد اللي بيشتري مثلا أسهم وسندات، فحيث يملك البنك عددا من أسهم عند الشركات بينما يملك آخرون باقي أسهم هذه الشركات. يعني في حالة القروض يكون البنك هو الدائن، أما في حالة الاستثمارات فيكون البنك واحد من بين العديد من الدائنين. نعم، يمكن أن يكون شريك أو يكون يعني طرف من الأطراف أو ممول أو أحد الممولين. نعم، فهو واحد من البقية. طيب القضية الرابعة، ما هي المخاطر التي يتعرض لها البنك؟ وهذه مهمة جدا. يعني بيجينا سؤال في الاختبار من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك، مخاطر الائتمان، صح ولا خطأ؟
فاللي هي يا جماعة واحد مخاطر الائتمان، اثنين مخاطر الاستثمارات، ثلاثة مخاطر التصفية الإجبارية، أربعة مخاطر السرقة والاختلاس. خلوا بالكم من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك، أربعة مخاطر: كرؤوس أغلاق، يعني أنتم مطالبين بها كرؤوس أغلاق. فمن مخاطر الائتمان، وهي إيش يا جماعة؟ مخاطر القروض. الائتمان هي القروض، يعني البنك يا جماعة بيقدم قروض للأفراد، لكنها لا يعني أي قرض يعني ما بي يعني لا يخلو من مخاطر. يعني ما كل القروض بالدين سليمة، يعني ما كل القروض تسترد، ولا بد أن يكون فيها نوع من المخاطر، إما أن تعثر العميل أو امتنع عن الدفع أو حصلت له وفاة أو أي شيء. فالمخاطر التي يمكن أن تعرض لها البنك، قالوا واحد مخاطر القروض أو مخاطر الائتمان، اثنين مخاطر الاستثمارات، يعني البنك بيدخل أموال للاستثمارات، يمكن أن تتعرض هذه الاستثمارات إلى مخاطر، وزي ما قلنا يمكن الاستثمارات يعني تدر ربحا وفي بعض الأحيان تدر خسارة. أيضا مخاطر التصفية الإجبارية، مخاطر التصفية الإجبارية، وهذه درستوها يا جماعة الناس اللي درسوا مثلا الإدارة الاستراتيجية. ففي بعض الأحيان بعض المشاريع يعني ترى أن التصفية الإجبارية أو الشركة لما تعلن إفلاسها بترى أنه تصفي أو تبيع أملاكها أفضل لها من أنها تستمر، أفضل من أنها تحصل على خسارة، فهي أيضا فيها مخاطر التصفية الإجبارية. أيضا مخاطر السرقة والاختلاس، مخاطر السرقة والاختلاس، وهذا يمكن أن يكون للبنك، وهي يا جماعة السرقة يمكن أن تكون يعني مثلا البنك تعرض إلى سرقة خارجية، يعني مثلا لا قدر الله تعرض إلى مثلا كسر الزجاج بتاعه وسرق ودخلنا، أو مثلا التصرفات الآلية اللي نحن بنراها في الطرقات في بعض الأحيان، يعني هي الآن مؤمنة، الآن مؤمنة، لكن لا تخلو من بعض الاختلاس، ويمكن الاختلاس أن يكون من العاملين الموجودين في البنك، يمكن الاختلاس أن يكون من العاملين الموجودين في البنك. فاطمة خلينا نكمل، ما في مشكلة فاطمة. واضح يا جماعة مخاطر، ما هي المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك؟ هي أربع أشياء: مخاطر الائتمان، المخاطر القروض، مخاطر الاستثمارات، مخاطر التصفية الإجبارية، مخاطر السرقة. وهذه يمكن أن تجينا مثلا في الصحوة الخطأ، في الصحوة الخطأ مثلا يقول لك ما هي من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك؟ مخاطر التصفية الإجبارية أو مخاطر السرقة والاختلاس، الإجابة هنا صح. أو مثلا في الخيارات بجيب لك واحدة من الأربعة. من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها البنك هي مثلا مخاطر الائتمان، وأجيب لك أي شيء أو أي ثلاثة أخريات، فأنت مثلا تأخذ الحاجة الصحية. فنرجع إلى فاطمة، قلت إيش يا فاطمة؟ سؤالك وين راح؟ العروض الاستهلاكية شو المهم فيها؟ العروض الاستهلاكية ما فيها شيء مهم، وين هذه؟ ما هو المقصود بكلمة استثمار؟ ايش ما قلنا؟ هذا الفرق، الاستثمار هو انفاق، هنا تفرق بين الاستثمار وبين ايش يا جماعة؟ ما هو المقصود بكلمة استثمار؟ الاستثمار هو انفاق قدر من الاموال، الهدف بغرض الحصول على قدر اكبر من ما تم انفاقه، وهو بخلاف الاستهلاك. يعني هنا نعرف معنى الاستهلاك ومعنى الاستثمار. الاستهلاك هو يعني انفاق قدر من الاموال ايضا بغرض الحصول على سلعة وخدمات لاستهلاكها، اما الاستثمار هو انفاق قدر من الاموال بغرض ايه يا جماعة؟ الحصول على قدر اكبر من ما تم انفاقه، او الحصول على ارباح. واضح؟ اي سؤال ثاني؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وأنا آسف جدا برضو لتأخير المحاضرة إلى هذا الوقت، فإن شاء الله نتقابل يوم الأربعاء نواصل في اللقاء التاسع ونشوف باقي لنا كم لقاء، والله يسعدكم
وييسر أموركم، ونفرح بكم إن شاء الله كلكم ناجحين ومتفوقين وحاصلين على درجات عليا في كل المواد إن شاء الله. تسلموا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله حاختمها بدري إن شاء الله يا درس، حاختمها بدري بإذن الله.